يلا نخش على العمل على طول ونعمل اول بروجكت، وهنستخدم سي ال اي تول تساعدنا في اداره البروجكت بتاعنا. هنسطبها عن طريق ام بي ام، فهنقول ام بي ام انستول، وطبعا هنسطبها جلوبلي عشان نقدر ندخل عليها من اي مكان في الكمبيوتر بتاعنا. هنقول اد انجلر سي ال اي، وطبعا احنا الافضل ان احنا نبين فيرجن معين، فممكن نقول لاتست عشان يسطب لنا احدث فيرجن وقت التسطيب، او نقول له فيرجن 17 عشان تبقى ماشي مع نفس الفيرجن اللي انا هستخدمه هنا. بعد ما سطبنا انجولار سي ال اي تول، بقى عندنا كوماند جديد اسمه ان جي للتحكم في مشاريع انجولار، تحت منه شويه سب كوماندز كده زي نيو اللي بنقدر نعمل منه مشروع جديد، او جنريت واختصاره جي، نقدر نجنريت كومبوننت واختصارها سي، او سيرفيس او بايب او دايركتيف. نعمل بقى البروجكت بتاعنا، واللي هيكون عباره عن سوشيال ميديا ابلكيشن. فهنقول ان جي نيو، نديله اسم الابلكيشن بتاعنا وليكن سوشيال ميديا. بيسألني عايز تعمل انجولار راوتنج، فهنقول له يس. وبعدين بيسألني على السي اس اس فريم ورك، انا بحب استخدم اس سي اس اس واللي هو شبه السي اس اس العادي، ولكن بيدينا شويه فيتشرز اضافيه زي ان احنا نقدر نستخدم فاريبلز. هنا هو كاريت البروجكت بتاعنا، ولكن لسه بينستول الباكجز، فهنستنى عليه شويه لغايه ما يخلص ونرجع له تاني. دلوقتي هو كاريت البروجكت بتاعنا وسطب الديبندنسيز. اللي يهمنا دلوقتي في الموضوع كله ان اللوجيك بتاعنا هيبقى موجود جوه فولدر سورس، وتحديدا جوه فولدر ابلكيشن. اما الفايل اللي اسمه انجولار دوت جيسون ده بيبقى فيه الكونفيجريشن بتاعت الابلكيشن بتاعنا، ومش هنفتحه دلوقتي خالص. المهم دلوقتي احنا عايزين نجرب، فهنفتح البروجكت ب في اس كود وهنكتب ان جي سيرف. هو كده خلص وبيقول لي ان هو بيليسن للوكال هوست 4200، فهندخل على لوكال هوست 4200. هنلاقي البروجكت اللي هو الديفولت بروجكت بتاعنا. الفيتشر الاساسيه في الابلكيشن بتاعنا اننا هنعرض بوستس بالكومنتس والرياكشنز، وده هيعلمنا نتعامل مع الكراد اوبريشنز، وكمان هنتعلم ازاي نعمل اوبتمايزيشن للبرفورمانس والاس اي او. عشان نكون منظمين، كل حاجه هنعملها في كومبوننت منفصل، فهنعمل كومبوننت بيعرض البوستس، كومبوننت بيعرض تفاصيل كل بوست لوحده، وكومبوننت بيعرض الكومنتس، وكومبوننت لكتابه بوست جديد، وكومبوننت لكتابه كومنت على البوست. وطبعا هنجمع الحاجات المرتبطة ببزنس دومين معين في فولدر مع بعض.